بجدارة واستحقاق تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية على حساب الثنائي مازيمبي الكونغولي ودريمز الغانية. القبان الكبيران عادا للظهور معا في نهائي بطولتي إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخهما بعد أن بلغا نهائي بطولتي أبطال الكأس والدوري أعوام 84 و86 و93. منذ 29 عاما تخطى الزمالك فريق ستيشنري ستورز النيجيري في نصف نهائي أبطال الدوري بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع اللقاءين، وتخطى الأهلي فريق كانيمبي النيجيري أيضا بالتفوق بثلاثية نظيفة في نصف نهائي أبطال الكأس، وتأهل للنهائي للمرة الثالثة على التوالي. وحال نجاحهما في الفوز بالبطولتين يتجدد الموعد بينهما في كأس السوبر الإفريقي بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود منذ لقائهما على ملعب البنك الوطني في جوهانسبرغ 94، والذي شهد تتويج فريق مدرسة الفن باللقب لأول مرة بعد الفوز بهدف دون رد. لقاء ثنائي مصري في السوبر سيكون الثالث في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 93 بعد أن جمع نهائي النسخة الخامسة عام 97 الزمالك مع المقاولون وتوج البلانكو بركلات الترجيح. منورني ومشرفني صاحب المحتوى شادي حبشي. مساء الفل يا شادي. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هسأل خفيف جدا وهسيبك تنطلق، بس عايز اقول لك انه الحقيقه الحلقه الاولى اللي عملناها مع بعض عملت ردود فعل جيده بل ممتازه، يعني بشكرك عليها. اتاخرنا في اللقاء الثاني لكنه ان الاوان، وارجع تاني ارحب بيك واقول لك مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا كابتن، انا اللي مبسوط جدا جدا مع حضرتك، يعني ده شرف كبير صدقني. ربنا يخليك. خلينا بقى نبدا من زيارتك للنادي الاهلي، لقائك مع مارسيل كولر. جت الزياره ازاي؟ ايه اللي دار في اللقاء؟ وانطباعك عن الراجل؟ انت كنت بتكتب عنه، بتقول عنه، بتحكي عنه، لكن لما وقفت معاه واتكلمت معاه ايه اللي حصل؟ هو بس عشان يمكن موضوع كولر ده انا اتعرفت بيه شويه. ايوه صحيح. فهي جت كده، يعني هو الموضوع كله ان لما نزل الوثائقي بتاعه وعمل ردود افعال كويسه وهو شافه، نعم. كان طبعا كان مبسوط بيه جدا، لان هو مفيش اي حاجه وثائقيه معموله عنه حتى في بلده، يعني نعم. حتى لو حضرتك دخلت شفت صفحه الفيسبوك بتاعته او كده زمان قبل ما يجي الاهلي، نعم، وتلاقي الصفحه عليها 20 لايك مثلا، بس صوره عليها 20 لايك 30 لايك، نعم. يعني ما كانش عنده رواج قوي، فطبعا هنا الشعبيه في الاهلي والموضوع كبير يعني. فكان من ساعتها بقى صار بيني شويه كلام وما بين الدكتور خالد الجوادي، فساعتها يعني هو كان مبسوط وكده، قلت له طب انا احب جدا لو لقابله، انا عايزه بس يمضي لي على الكتاب يعني تبقى ذكرى احتفظ بيها يعني. بس فطبعا بقى مع زحمه الماتشات وجدول الماتشات وكاس العالم والرجوع من افريقيا، ساعه ماتش سيمبا كده بعتنا لبعض انا ودكتور خالد، قال لي هو الراجل يعني شخصيه محترمه هو دكتور خالد الجوادي، جدا نعم. جدا جدا بصراحه بيحب، نعم. الاهلي جدا، نعم، وساب كل حاجه وجه اشتغل في مصر. ده يعني دكتور في الجامعه في المانيا يا جماعه عشان تبقوا عارفين يعني. بس طب تمام. طبعا انا يعني كنت يعني مستغرب شويه ان هو الراجل تمام وكده، نعم. طبعا دخلت اتفقنا على الميعاد وكده. طبعا انا رحت النادي قبل كده كذا مره يعني، بس انا مش مشترك في النادي اصلا النادي الاهلي. بس انت في المدرجات. يعني طول عمري احب اروح الماتشات يعني. أيوه. قطعت فتره بس بحب اروح يعني، نعم. بس دخلت باركينج النادي، طبعا فوجئت بالنظام الرهيب اللي جوه، نعم، مش حد بيصور ليك في الزياره، نعم. بس الصور دي على فكره انا عمري ما حطيتها على حتى السوشيال ميديا، نعم. عندي حطيت صوره واحده بس. فدخلت مع دكتور خالد استقبلني، بعدين دخلت بقى معاه جوه المكتب. فلا طبعا شخصيه لطيفه جدا لطيف. بس هو على فكره في حته انا يعني كنت عايز اقولها برضو، ايوه، مغايره شويه لتخيلاتي. هو بيبين الوش دايما البشوش قوي، نعم. لا هو عنده وش تاني كده بس صارم، قوي، قوي، وعارف تحس كده ان هو في جوه، تحس انك دخلت معسكر كده، ودي اصلا تدريبات عاديه يعني، نعم. في نظام جامد قوي جوه. هو اهم ما يميزه النظام، بزياده، نعم. يعني حتى تحس ان اللعيبه ماشيه هناك حتى يعني هو
لا يخفى على احد يعني انه الكام يوم اللي فاتوا كان في مشكله في اوضه اللبس والاعتراضات والخلافات والمشاكل واللي يقول لي، فهو اظهر هذا الوجه ولكن بقوه. وبالتالي كانت في قرارات حاسمه شديده جدا جدا عشان تعيد الانضباط للنادي الاهلي، وحتى الشكل النهارده بتاع النادي الاهلي انا من وجهه نظري غير جيد على الاطلاق، والاهلي محظوظ انه فاز لكنه كان انقاذ ما يمكن انقاذه، واتصور ان الامور هتحسن الفتره اللي جايه. هو يعني دايما الانطباع متاخد عنه اصل شخصيته ضعيفه، انا ما شفتش لا 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 ده شخصيه قويه جدا. وطبعا نعم. بس في نفس الوقت هو ودود. طبعا ساعه الجد جد يعني. بس دخلت بقى المكتب، قعدنا مع بعض ربع تلت ساعه تقريبا. عندنا طبعا بيتكلمش ولا كلمه انجليزي قليل قوي. نعم. بس دكتور خالد كان بيترجم يعني. نعم. بس حتى كنت جايب له هديه. ساعه حلقات كاس العالم كنت عامل حلقات عن تاريخ كاس العالم وكده، فكنت جايب تيشرتات من سويسرا. نعم. اللي هي مثلا كاس العالم في الخمسينات وبتاع، فكان عندي واحده سويسرا. حتى الصوره موجوده يعني. نعم. فكان مبسوط بيها جدا يعني. يعني التيشيرت دي انت اللي مديها لي؟ انا اللي مديها له. هو اللي مديها لي؟ لا انا كان عندي شويه تيشيرتات اهي. حاجات كلها خمسينات وستينيات. هو ما ادالكش هديه؟ لا لا. هو ما ضلع على الكتاب دي. كفايه بالنسبه لي يعني. كنت مبسوط قوي بصراحه. فكانت القعده لذيذه، وقعدنا نتكلم بقى حتى في الاخر قلت له يعني عايزينك توعدنا بطوله افريقيا السنه دي. فضحك كده وقال لي انا ما بوعدش ببطولات. لازم الناس تبقى فاهمه ان احنا بنلعب ناس تانية وعندهم طموحات وانديه قويه، بس احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه. وقدرنا ناخد البطوله يبقى كويس. قلت له طبعا انت اكيد عندك مشكله هنا في مصر. ان في الاهلي كل الناس عايزاك تكسب حتى الماتش الودي. فضحك كده وقال لي دكتور خالد يعني قول له خلاص ان انا اتعودت يعني. نعم اتعودت على كده. استاذنك نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل، عندنا محاور كتيره جدا مع شادي حبشي اللي منورنا النهارده. خلص بقى ماتش بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند كسب 1-0 والناس بقى فايت لك. خلينا نسخن بقى على اعتاب نهائي افريقي دوري الابطال ما بين الاهلي والترجي، الكونفدراليه ما بين الزمالك ونهضه بركان. عندنا امل باذن الله الفرقتين يكسبوا ويلعبوا سوبر، وبالتالي هستاذنك هنتكلم على بطوله الاهلي سنه 87 زي ما انت محضر، وبطوله الزمالك سنه 96. نبدا بالاهلي 87. طيب هو طبعا الماتش ده مشهور قوي. نعم. الهلال السوداني لانه كان اخر ماتش لمحمود الخطيب. مظبوط. طبعا نزل اخر ربع ساعه عمل شو ما حصلش في التاريخ. لمسات غريبه كده. عارف اللي جمله ايه ولا ما تعرفش؟ لو كان عنده عمليه، كان عامل عمليه غير العمليه. المعلق ميم الشربيني. وجماله وحلاوته. صح. اتفضل. طبعا يعني في الاخر اللي بيكسب بطوله ما حدش بيركز بقى في حاجات تانية. طبعا بقى بيبو شعبيه طبعا بينزل يسخن الملعب يتقلب. عمل ربع ساعه او تلت ساعه ما حصلتش عالميه. وادى ثروهاته وبتاع، والاهلي كسب 2-0 للهلال. نعم. السوداني. كاميرا الماتش لو في حتى الاجوان موجوده كنت هتلاقي دايما الفوكس بتاع المخرج على كابتن انور سلامه. ايوه. وعلى كابتن فتحي مبروك كان معاه مساعد. مظبوط. وكان مدير الكره صلاح حسني. ده الهدف جابه جمال تعرف في نفسه الاول. نعم. وايمن شوقي جاب الثاني. ف يعني كنت دايما بقعد ادور دايما مين اللي كسب البطولات مدربين وكده، فوقع قدامي مدرب كان اسمه جيف باتلر. مظبوط. انجليزي، بس تحس انه مش هو مدرب. ف طبعا هو في معلومه يعني حضرتك كنت بتلعب اكيد في معلومه في الوقت ده. نعم. بس انا بالنسبه لي قعدت ادور ورا الراجل ده، انا عايز اعرف ده مين، لانه برده الموضوع غريب جدا. حلو. مدرب انجليزي جه ضرب الاهلي خد بطوله افريقيا. نعم. وتتم اقالته بعدها بشهور. لا ما تمش اقالته، هو كان عقده سنه. اوكي. نعم. مشي ما جددلوش يعني. فقعدت ادور ورا الراجل ده. اكتشفت انه راح لعب، راح درب بعد كده في جنوب افريقيا. نعم. درب في كايزر تشيفز. ايوه. ودرب في سان داونز. الراجل ده عنده تاريخ حافل من البطولات. معاك. تمام. انا بتفرج على نفسي بس عشان الصدى. واخد 12 بطوله في جنوب افريقيا. بعد الاهلي. بعد قبل ما يجي الاهلي كان بيدرب نادي في زامبيا اسمه ناكانر ديفلز. أيوه. طبعا مزبوط. ده نادي كبير كان واخد معاهم الدوري 4 مرات. ايوه مظبوط. برضو لما قعدت ادور كده اكتشفت معلومه غريبه عجيبه، ان بعد اول يعني بعد ما انتهى حكم الفصل العنصري في جنوب افريقيا. اول مدرب في تاريخ منتخب جنوب افريقيا. انا عايز الناس تشوف الجون ده تاني. اتفضل. اول مدرب في تاريخ منتخب جنوب افريقيا بعد ما رجعوا من الايقاف. كان جيف باتلر برضه، وبعدين تمت اقالته برضه. ايوه. درب بقى اخد 4 دوري في جنوب افريقيا وكده. بعدين اكتشفت معلومه ان الراجل ده كان نصاب. نصاب. بمعنى نصاب بمعنى كلمه نصاب. منتحل شخصيه. الحمد
المعلومه دي انا متاكد منها مليون في الميه. قول بقى. هو جيف باتلر ده اصلا لما قعدت ادور هو بيقول ان انا كنت لاعب سابق في تشيلسي ونادي اسمه بورنموث وان هو كان ليه مسيره في نادي اسمه نورويتش سيتي وكده وبتاع. بعدين لما راح جنوب افريقيا وجه ضرب المنتخب المنتخب هناك اتحاد خاطب المكان اللي هو ساكن فيه اكتشفوا انه منتحل شخصيه اصلا. يا نهار ابيض. الراجل ده كان داب حرامي يعني. هو الراجل ده منتحل شخصيه مدرب اصلي لاعب كان في نورويتش سيتي في جيل ده عندهم بقى اول فريق صعد انجلترا لنورويتش سيتي لدوري ممتاز في تاريخه سنه 72 تقريبا وصعدوا نهائي الليج كاب قبل كده. ايوه. هو انتحل شخصيته عشان يقول ان هو عنده تاريخ ان هو كان لاعب. ده الحقيقي ده بقى الحاجات دي كلها اللي جايبها شادي يا جماعه. بالظبط. صوره باتلر الحقيقيه دي الاولانيه ده بقى باتلر الاصلي ده اسمه جيوف باتلر مش جيف باتلر. جيوف باتلر. خلاص. جيوف باتلر جيوف باتلر الحقيقي ده كان لاعب اسطوري في نورويتش سيتي اللي هو اصلا نادي تاريخه تعبان يعني. المهم بقى ان هو زي ما بقول لك راح جنوب افريقيا عمل انجازات يعني مثلا من ضمن الانجازات اللي عملها ان هو لما كان بيدرب كايزر شيفز صعد اتنين لعيبه دكتور كومالو طبعا اكيد طبعا عارفه. ده كان لعيب جميل. ونيل توفي ده كابتن منتخب جنوب افريقيا 96 طبعا وزي ما بقول لك نقوي درب المنتخب وحقق بطولات ولما توفى تقريبا في 2018 اتعمل له نعي كبير جدا والفيفا اتكلم عليه على انه برضه لعيب انه مدرب كبير وحقق انجازات في جنوب افريقيا وبيقال في اوساط مشجعين كايزر تشيفز ان الفرقه اللي اتعملت من 91 او من 92 93 بعد ما ساب المنتخب دي من امتع فرق كمان جنوب افريقيا دربت اصلا يعني اتلعبت كوره يعني. فطبعا المعلومه دي معلومه غريبه جدا ان واحد ينتحل شخصيه مدرب تاني ومحدش اكتشفها يعني هو مشي من مصر محدش عارف المعلومه دي اصلا خالص. انا نفسي اول مره اعرفها دلوقتي. بعدين بقى لما سالت كده الناس بقى اكبر مني شويه في السن ان هو تقريبا لما كان بيدرب الاهلي كان مهمش. انا اللي هحكي لك بقى ما تخلص هحكي لك. بس حاجه اخيره ان هو درب برضه سافر بقى في حتت كتير وراح اليونان وبعدين رجعوه سنه 2004 رئيس نادي كايزر تشيفز رجعه قال له ابوس ايدك تعالى طور لنا الكوره. مسكوه بقى ان هو يطور في الملاعب وفي النجيله وبتاع. الكاتب بقى اللي انا عرفت منه القصه دي كاتب اسمه ايان هوكي انا حتى جايب غلاف الكتاب. الراجل ده انجليزي متخصص في الكره الافريقيه. برافو عليك والله ما شاء الله. كتاب اسمه فيت اوف ذا كاميليون ده بيتكلم عن الكره الافريقيه في تشابترز بقى زامبيا جنوب افريقيا بتاع. فهو بقى ايه بيتكلم عن الراجل ده ان هو لما راح جنوب افريقيا وراح زامبيا كان بيتخن صوته حتى زي بيقول زي يوركشاير انجليزي يعني عايز يوري لهم ان هو انجليزي اصلي انجليزي. حتى كان ليه صوره كده بينزل التدريبات قلع وبتاع وعصبي ويتخن صوته وبتاع وده في افريقيا الناس بتصدقه. ايوه. زائد بقى ان هو كمان بعدها بسنين لما تم اكتشاف الموضوع ده كيفن جونسون ده كان مساعد بيتسو موسيماني مظبوط في تصريح شهير ليه قال فيه بيسميهم بالفيك كوتشز يعني المدربين المزيفين وقال ان انتوا كنتوا بتروحوا بتجيبوا من انجلترا سماكين وسباكين ويدربوها وخبط فيه جامد جدا لانه في الاخر انتوا بتجيبوا اي حد كان بيقول انا ما عنديش مشكله تجيبوا جوارديولا او كلوب حد يجي يطور لكن تجيبوا لنا ناس ما حدش عارف عنهم اي حاجه خالص. دي كانت قصه عجيبه غريبه يعني في تاريخ الكوره عامه ان واحد منتخب بس هو انت قلت لي عمل تاريخ في الغريب بقى ان هو كان مدرب كويس يعني اللعيبه بتتكلم عليه كويس وكان قوي الشخصيه جدا يعني عمل خناقات مع الدكتور كومالو ده اول ما راح زي اللي هو كان بيذبح القطه فاللعيبه بقى سمعت كلامه. حقق انجازات في زامبيا في جنوب افريقيا يعني كسب الشامبيونز ليج مع الاهلي يعني بطوله كبيره يعني. بس احكي لك انا بقى شويه على جيب باتلر لانه هو جه وكان معاه اتنين مساعدين زي ما حضرتك قلت كان كابتن انور سلامه وكابتن فتحي مبروك كان مدير الكوره كابتن صلاح حسني. كيف تم التعاقد مع جيب باتلر؟ انا ما زالت الذاكره الحمد لله. احنا مش فاكر كان مين مدرب قبله. كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل كسب الدوري وكاس كسب دوري وانسحبنا من الكاس وكسبنا افريقيا سجارة الجابون. انا هنا بقى التاريخ لان كان عندنا مباراه مع المصري وكان السفر والقصه والحدوته فالكابتن قال مش هقدر اكمل ده فالنادي الاهلي ما كملش الكاس ساعتها بس خدنا الدوري العام بفوز على الزمالك في المباراه الاخيره 2-1 وكان يكفينا التعادل وبعدين نهائي افريقيا كسبنا سجاره هنا 3 وخسرنا هناك 2-0 وفوزنا بالبطوله واذ فجاه الكابتن طه اعتذر فأسقط في يد مجلس إدارة النادي الأهلي فالكابتن صالح سليم توجه مباشرة الكابتن صالح بقى كان بيعمل لك مفاجآت مرة يجيب لك دوريفي أيوة صح مثلا يجيب لك فايسا الأسماء الكبيرة دي كلها ده كان كابتن صالح سليم هو اللي جابها تدرب النادي الأهلي. أنا خدت منك المايك وأنت الضيف معلش أنا متأسف والله أنا عايز أسمع بس التاريخ ده مهم جدا. فجاء بجيب باتلر من قبرص يبدو أنه كان مقيم في قبرص أو حاجة زي كده
وجه الراجل واستقبل استقبالا حافلا. وبعدين لما بدا التدريب فما لقيناش الراجل بيمرن، يعني ايه كابتن انور واخد معظم التدريب وهو يعني طول الوقت مبسوط وبيهز دماغه، طول الوقت مبسوط وبيهز دماغه، مره كده او مرتين بس اتنحرر واشتغل. ثم الكابتن انور قال لك لا انا مصلحه الفرقه بالنسبه لي هي الاهم. أوكي. فتولى الكابتن انور تدريب الفريق وهو راجل موجود، بس بقى يعمل ايه؟ بقى ينزل الملعب يعمل ايه؟ بيدرب حراس المرمى. انا بقول لك معلومه موثقه لان انا كنت حارس المرمى ساعتها يعني. أوكي. فهو تحول الى مدرب حراس مرمى، وكان مدرب حراس مرمى هايل. أوكي. هايل هو اللي بيمرنا الى ان كان الكابتن احمد ماهر اظن كان موجود. أوكي. في الجهاز كابتن احمد ماهر موجود ان لم تخن الذاكره. ف خلصت بطوله افريقيا، خدنا بطوله افريقيا، فقرر النادي الاهلي الاستغناء عن جيب باتلر، ما كملش الموسم. خسرنا الدوري بشكل غريب جدا ودرامي في نهايه الموسم بعد ما كنا متقدمين بنقاط كثيره جدا بعد ما رحل جيب باتلر، لانه انا فاكر الله يرحمه بقى الكابتن ماهر لما خسرنا الدوري، الدوري كان مضمون. احنا رحنا لعبت المنتخب، رحنا معسكر ترفيهي في غوزلافيا، فحرم الاهلي من 8 أو 9 لعيبه اساسيين، والزمالك كان فيه 4 لعيبه ساعتها، واحنا بنلعب مع اولاد جايبينهم من على حمامات السباحه. ده بجد مش بهزار. ده كان كابتن عصام بهيج مع الزمالك صح؟ اعتقد كابتن عصام بهيج اخذ الثلاثيه دوري وكاس وافريقيا بالظبط ساعتها وخسرنا الدوري. عارف الكابتن ماهر قال لي ده ذنب باتلر، فقلت له الراجل ما كانش قال لي بس ذنب باتلر. أوكي. كان كمل الموسم للاخر يعني. فانت جيت اكدت لي بهذه المعلومه يعني، ودي معلومه مهمه جدا يعني. طيب خلينا نخرج من باتلر ونروح شويه. انت اتكلمت مع مودست في لقائك في النادي الاهلي، احكي لي شويه. هو برضو الموضوع كان برضو عند طريق الدكتور خالد. انا يعني كان اول ما جه مودست خالص اول ما تم التعاقد الاعلامي معاه الناس كانت مبسوطه قوي جدا، السوشيال ميديا كانت مقلوبه، وانا هويت وانتهيت وحدوته. نعم. ومهاجم بروسيا دورتموند وكان بيلعب مع بيلينجهام ومش عارف ايه. فطبعا التطلعات الرهيبه دي نزلت على ما فيش. فانا الحاجات دي بحب ادور وراها بصراحه. حلو. يعني كان نفسي اعرف الشخص ده اكتر. كويس. هل هو فعلا يعني الاهلي غلط ما غلطش؟ عملت عنه برضو فيلم وثائقي يعني. والغريب انه اخد تعاطف ناس كتير قوي يعني. الناس حبيته بسبب على فكره شخص لطيف، شخص لطيف جدا جدا وتاريخه عظيم جدا، تاريخه هايل. بالذات فتره كولن دي هو بيعتبر هناك بطل شعبي. ايوه يعني هم هناك بيتعاملوا معاه في كولن ده ان هو من بعد لوكاس بودولسكي هو اكتر لعيب في تاريخ النادي محبوب. واجوان بمعدلات رهيبه يعني، لعب معاهم 68 ماتش في الدوري جاب 40 جون. نعم كتير. نعم. فدكتور خالد لما نزلت الحلقه فرجها المودست، فطبعا هو يعني انا ما كنتش متخيل برضو يعني. فلما وصلت هو كان بيركن عربيته ونازل فشافني. نعم. دكتور خالد طبعا هو بيتكلم، على فكره بيتكلم انجلش وفرنش والماني. ايوه مظبوط. طبعا فرنش بما انه فرنساوي يعني. والمانيا لعب في المانيا وبيتكلم انجليزي. وفوجئت بيتكلم انجلش كويس قوي. نعم. بس بقى وقف اتكلم معاه كان مبسوط جدا وشكرني وطلب مني كمان انه يترجم، يعني عايزه يبقى سب تايتلز من اوله لاخره. لان طبعا انا فهمت جزء بس طبعا بحكم اللغه مش قادر افهم كل حاجه. بس شخصيه يعني شخصيه متواضعه جدا على فكره. جدا. ولما هو دخل كده اللعيبه بتحبه قوي بيعشقوه يعني اكتر واحد على فكره بروفيشنال بمعنى الكلمه يعني. كل اللي بتقال عليه ده هو مركز في تمرينه هو في النظر الناس متفق عليه. ايوه لا هو انا مش انا هنا مش بتكلم انا لما عملت عنه حاجه انا مش بتكلم عن مستوى دلوقتي. نعم. انا بتكلم عن هو مين اصلا. ايوه. هو قال لي اول ما جيت انا كنت مش مرتاح قوي في مصر، مش متعود، الدنيا دوشه، مش متعود على نظام الحياه، وكنت بعيد عن عيلتي. هو جاي من غير اهله على طيب فكره. طيب استاذنك نروح لفصل ونرجع نكمل حكايه مودست، لان عندنا كمان حكايه بطوله افريقيا للزمالك ابطال الدوري سنه 96. لجنة الحكام أعلنت طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، محمد عادل، محمود أبو رجال، محمد محمود لطفي، رابع إبراهيم محجوب، فار محمود البنا ومحمود الدسوقي،
وفيوتشر وطلائع الجيش مصطفى عثمان، محمد عزازي، احمد عادل عبد الفتاح، وليد عبد الرازق رابع، ويعود محمد الحنفي من جديد حكما للفار، ومعه حكم فار مساعد محمد الشناوي. نكمل بسرعه حوارك مع مودست. احنا قعدنا نرغي شويه انا وهو. آه. راجل لطيف جدا، واولا كان مبسوط زي ما قلت حضرتك كده. نعم. وشكرني وبتاع، وانا عايزه يترجم وكده، وقال لي انا في الاول كنت تعبان من غير عيلتي. أيوة. وهو لازال من غير عيلته. نعم. بالمناسبه. وده فرق معاه جدا على فكره. هو انا. نعم. انا كنت قلت في الحلقه اللي انا عاملها لي ايه السبب. هو عنده ابنه الصغير، عنده مريض، عنده مش ربو بس عنده حساسيه من الاكل. عنده رعايه طبيه في المانيا. أيوة. هو مولود في المانيا على فكره الولد. نعم. ده دلوقتي بقى هو لما اتكلمت معاه، بس الكلام ده من شهر يعني. نعم. هو اصلا مبسوط. يعني هو مبسوط في العيشه هنا. متاقلم جدا، مبسوط بالنادي جدا جدا. والله جدا. وحابب النادي قوي. نعم. حابب اللعيبه جدا. ويعني هو بيعمل تجربه، هو حاسس انها حاجه قيمه قوي على فكره. اللعيبه كلها بتحبه. ايوه. نعم. اكتر واحد بقى حسيت انه صاحبه قوي في الوقفه اللي انا وقفتها دي، كهربا. كهربا عمال يهرج معاه طول الوقت. نعم. يعني 3 4 دقايق اللي وقف فيهم كهربا، اعتبر ان كهربا يجيد اللغات. بس هو بيعمل جو يعني. طبعا، امال ايه. بس هي كانت تقريبا 10 دقايق ربع ساعه كده، ما حصلش انه الجمهور زعلان او انه حاسس انه الناس مش يعني كانت متوقعه منك اكتر من كده، ما اتطرقتوش الامر ده. هو الحته اللي قالها لي، قال لي انا قعدت فتره ما كنتش بتمرن مع فرقه بشكل تمرين جد قوي. كان بيتمرن في نادي بدايه الموسم. كان بيتمرن في نادي اسمه فورتونا كولن في المانيا. نعم. الدرجه الثالثه. نعم. فبرضه مهما كانت التمارين مش تمارين يعني برتم عالي يعني. بيتمرن بشكل ودي يعني. فهو. نعم. طبعا الانتقال. نعم. جه في الاهلي فجاه. فجاه في 3 ايام جه الاهلي، فطبعا اخذ وقته طبعا مع. هي. السن. هو يعني مودست ده لو كان جه الاهلي من سنتين كان حاجه ثانيه خالص، لان هو من سنتين بدأ عمل انفجار في المانيا اصلا. مظبوط. صحيح. بعد ما كان رجع وكان شبه مبطل كوره. فلا هو يعني هو فتره مؤقته، ما تقدرش تقول ان ده يبقى مهاجم يعني. انت البروفايل بتاع الاهلي مهاجم زي وسام ابو علي. زي وسام ابو علي. شايف انه بيامل انه يستمر؟ لا هو ما قاليش حاجه، بس انا احساسي ان هو مش هيكمل. ما هو مش هيكمل. بس انا بقول لك هو عنده امل انه يستمر. اللي انا حسيت، لا هو اللي انا حسيته ان هو واخدها جد، واخد يعني الامور جد. هم بيقولوا لي انه بروفيشنال جدا وبيتمرن بجديه جدا، صرف النظر عن مستواه يعني في المباريات، لكنه هو نموذج للعيب المحترف. صرف النظر بقى الناس راضيه عنه او مش راضيه عنه، واللعيب اللي دمه خفيف، واللعيب اللي مقرب جدا من زملاته، وما عندوش مشاكل مع اي حد على الاطلاق، ويقعد احتياطي، يقعد يتشال بره القايمه يتشال. هو بيقضي سنه احترافيه على اعلى ما يكون. طيب تعالى نطلع بقى من مودست، وتعالى نروح للزمالك. زمالك 96 وبطوله افريقيا مع فيرنر. نعم. هو المدرب ده برضو حاجه من الحاجات، لو حضرتك دخلت عملت سيرش كده. نعم. على الانترنت. هو هيطلع نصاب هو كمان. لا لا انا مش نصاب، هو في بس كبير قوي. لا بالعكس، هو في تداخل بس. تداخل. في مدرب كان درب منتخب المغرب اسمه فيرنر اولك. فيرنر اولك ده اخد الشامبيونز. فيرنر اولك الماني خلاص. ما هم الاثنين الماني. ما انا عارف يعني، قصدي فيرنر اولك ده الماني صرف يعني. درب منتخب المغرب. نعم. في كاس الامم 92. نعم. اللي احنا خرجنا فيها من الدور الاول مع كابتن جوهري. ايوه. كان بيدرب المغرب وهو وكان بيدرب منتخب المغرب الاولمبي. ايوه. وهو زمان كانوا الاثنين كانوا بيمسكوا مع بعض. وهو اللي صعد لعيبه زي سعيد ركبي ومحمد شاوش ونور الدين نايبت. فلو دخلت بصيت في صفحته الشخصيه على ويكيبيديا او اي حاجه، يقول لك ان هو اللي اخذ دوري ابطال افريقيا مع الزمالك 96. ودي قصه مش حقيقيه. اللي اخذ دوري ابطال افريقيا مع الزمالك مدرب تاني اسمه ديت هيلم فيرنر. التاني ده اسمه فيرنر اولك. فيرنر غير فيرنر. طبعا انا المعلومه دي دوختني. طبعًا. بشكل كل شويه اخش. تقعد قد ايه عشان تستوثق من المعلومه؟ بص صدرك بتبقى قد ايه وبتقعد كم وقت؟ الحاجات حاجه زي دي مش هتيجي الا بالارتكلز الالماني، مصادر الماني. اي مصادر للكره الافريقيه فيها مشكله كبيره، والكره المصريه طبعا. مين اللي في الصوره؟ ده ديت هيلم فيرنر. اللي كسب البطوله مع الزمالك. نعم. فيرنر اولك انا ما جبتش صورته، بس هو. نعم. المعلومه دي متداوله جدا. ولو دخلت حتى في السكور شيت. بس ده اختلاط في الاسماء يعني، ما حدش بيتعمد يعني. لا 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 مش. نعم. متعمد خالص. نعم. هو بس زي ايه، واحد اسمه فيرنر. فخلاص يبقى هو ده. واحنا بناخد اسم واحد دايما. بس ديت فيرنر ده بقى طبعا هو كسب مع الزمالك بطوله شوتينج ستارز في النهائي هنا. نعم. اللي الزمالك كسبها بركلات الترجيح. نعم. وكسب بعد كده مع الزمالك بطوله تانية مش الافريقيه السويه. كان كسب بالشامبيونز ليج وكسب مع الشرس الذاكره السوبر الافريقي. السوبر الافريقي. ماشي. السوبر الافريقي اللي هو ايه على كان مع المقاولين.
مع المقاولين. النادي الاهلي كان الكابتن جوهري مدرب الزمالك. نعم. فالراجل ده لما برضو قعدت ادور عليك وراه كده شويه ليه قصه جميله قوي. يلا. فيرنر ده كان بيدرب اللي هو الاصلي بقى بتاع الزمالك. الاصلي بقى الحقيقي. خلاص تمام. كان بدا مسيرته يدرب نادي اسمه سان باولي. صعب بيه من لاول مره في تاريخه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. نعم. فنادي شالكه نزل الدرجه الثانيه وطبعا دي حاجه يعني نادي شالكه ده نادي عريق قوي في المانيا يعني. فجابوه خدوا من الدرجه الثانيه خلاص طلعهم تاني بيصعد للدرجه الاولى. ووصل انه يلعب قبل نهائي كاس المانيا ضد مين بقى؟ ضد بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كان بيلعب فيه في الوقت ده كارل هاينز رومانيجا. نعم. اللي هو كان في وقت من الاوقات احسن لاعب في العالم يعني. طبعا الماتش ده بقى ماتش تاريخي. انا حتى كنت عملت عليه حلقه عندي في القناه. نعم. الماتش ده خلص 6-6 ياه. وشالكة عمل فيري منتدى. كان خسران 6-4 وقصه كده دراماتيكيه. واكتشف لعيب وده الجورنالا هو اللي هو فيه الولد. نعم. بقى اللي شال الكاس ده هو ما كسبوش الكاس في الاخر. بس الولد ده لاعب ممكن حضرتك تبقى عارفه اسمه اولاف تون. طبعا تمام. طبعا اولاف تون في الماتش ده كان عنده 18 سنه بالظبط. سجل هاتريك في بايرن. ودي كانت بقى انطلاقته بعد كده ان هو حتى لعب كاس العالم 90 وفاز فيه مع منتخب المانيا. ففيرنر ديتمر ديتهلم فيرنر ده درب بقى بعد كده في الاوبروس واخد الدوري الاوبروسي. نعم. وانجازه في الزمالك في ناس كتيره جدا بيختلط فيها الامر زي ما قلت لك. بس كتير بيتوقعوا انه الكابتن ابو رجيله كان هو مدرب الزمالك في الوقت ده. من اللي انا قريته عن الراجل ده لا ده مدرب كويس قوي. لا في ناس بتقول انه المدير الفني كان كابتن ابو رجيله مش فيرنر. لا فيرنر. فيرنر. تمام. وهو مدرب تقيل. وعلى فكره بالمناسبه حاجه من الحاجات برضو اللي انا يعني حضرتك بقى كنت بتلعب في الوقت ده اكتر مني يعني. نعم. احنا دلوقتي في مصر ما بيجيلناش سيفيهات بقوه فتره الثمانينات. ده صحيح. ده صحيح. انا فوجئت ان احنا كان عندنا بيجي مدربين مصر. ايه ده؟ ديتريش فايسا. فايتسا طبعا. ريفي. في مدرب جيل اسماعيلي اسمه طبعا فيلكامب. طبعا كسب الدوري مع كازر الصوت اللي بعدها. نعم. فاحنا كان بيجينا مدربين بيسموه المدرب المجنون. بالظبط كان. نعم. مجنون فعلا. نعم. كان مجنون لانه كان بيعمل حاجات غريبه شويه كده. لعيبه حافيين وبتاع شغلانه. فكان بيجي لنا اسامي يعني تقيله. فيرنر ده مدرب في المانيا. ما كسبش الدوري الالماني. بس اسم تقيل. اسم تقيل. واحنا في مصر انا دي وجهه نظري مهما كان اللعيب المصري موهوب هو لعيب موهوب على فكره. طبعا. ولعيب ذكي. نعم. بس هو لعيب كسلان. كسلان صح. قصدي حاجه يعني. موافق. بس الدنيا اتغيرت شويه. الدنيا اتغيرت. بس انت محتاج في مصر دايما مدرب من المدرسه اللي تيجي تاسس من يعني. يعني انا بحس ان اللعيب المصري مهما كان ذكي ومهما كان مهاري انت في حاجات محتاج تعلمها له من الاول. ازاي يستلم الكره وهو بيلف. ازاي هيرفع التكنيك يتحسن. وايه اللي فرق مع امام عاشور ده انه بيستلم وهو بيلف فبيوسع لنفسه مسافه. بالمناسبه هو امام. نعم. طبعا لعيب جامد قوي. نعم. بس احنا بنعتبر ان دلوقتي امام ده نقله نوعيه. لا مصر مثلا في الثمانينيات كان عندنا لعيبه امهر بكتير. وفي التسعينيات برضه للامانه يعني. زي مين يعني؟ انا مثلا بالنسبه لي في خط الوسط. انا ما شفتش زي مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني ده مجدي عبد الغني كان لعيب اسطوره يعني. انا في وجهه نظري سواء الناس بتبقى مبسوطه منه او مش مبسوطه منه لكن لا ده موضوع تاني. مجدي عبد الغني في الملعب لان انا عارف بدايات مجدي عبد الغني ولا كان حد يتوقع النجاح لانه كان مجدي معاه جمال جوده وجمال الجندي عليه رحمه الله وخالد جد الله. الثلاثه مواهب غير عاديه والناس كانت بتضحك على مجدي عبد الغني. الثلاثه ما كملوش في النادي الاهلي. الكابتن خالد جد الله لعب شويه. جمال الجندي الله يرحمه انتقل للنادي المصري وتالق جدا. جمال جوده انتقل للنادي المصري وتالق جدا. لكن مجدي عبد الغني بعرقه وجهده هو اللي وصل نفسه ان واحد من اهم اللعيبه. انا ما شفتش. نعم. لعيب في المركز ده في تاريخ مصر. نعم. بتكامل مجدي عبد الغني ده صحيح. تسديد وضربات راس وتاكلينج وهداف. نعم. يعني تاريخ الاهلي في افريقيا في الثمانينيات مجدي عبد الغني نهائيات قد كده. مجدي عبد الغني. نعم. احنا في الثمانينات والتسعينات كان عندنا لعيب اقوى من اللعيب دلوقتي. نعم. وده على طول تترجمه ان كان المدربين اللي بيجوا اقوى من دلوقتي. مدربين اقوى من دلوقتي يعني. احنا جالنا مؤخرا في مصر مدرب زي كريستن جروس مدرب كبير. طبعا. امال ايه. لكن برضو اللي كانوا بيجوا في الثمانينات والتسعينات مارتن يول برضو كان اسمه كبير. طبعا. مع ان هو فترته في الاهلي انا ما كنتش يعني بشوف ان هو بس اسمه كبير. بس اسمه كبير. ده جون مجدي عبد الغني في ليفنتس النيجيري مثلا يعني. واجيب لك جونه في كانون ياوندي حاجه رهيبه يعني. ده فاينل افريقيا. احنا ده فاينل فاينل. انت عايز بقى دلوقتي يا كابتن لو في لعيب في الاهلي او في الزمالك عمل حاجه اللي هي اصلا عاديه. اللي هي عاديه في الكوره. ايه ده الجون عامل ازاي؟ بص الجون وحلاوته عامل ازاي؟ عالمي. نعم. جون عالمي. نعم. الفراوده مثلا موجوده يعني. مثلا هقول لك ابسط حاجه مودست في الكوره اللي هو. نعم. ريح وسام ابو علي وعمل سكرين. بص التوقيفه. يا جماعه الحاجات دي كانت بتحصل زمان عادي. ده كان زمان عادي. طيب خلي انت فتحت لي موضوع جميل هفاجئك بيه لكن بعد الفاصل.
اهلي وترجي، زمالك نهضه بركان، تفضل. يعني الاهلي في افريقيا بيمشي بشكل وفي الدوري بيمشي بشكل، ننسى الدوري خلينا في افريقيا. كويس جدا الكلين شيت اللي الاهلي عامله ده، ممتاز طبعا. لكن اوفر اول لا، يعني انا مش مبسوط في مش فركشة. مبسوط من المستوى في فركشه في فركشه في الفريق. يعني غلطات، يعني الغلطه لما تحصل مره ماتش مثلا، هنقول ماتش البنك تمام هتقبلها، لكن لما النمط متكرر يبقى في مشكله. في نمط دلوقتي متكرر ان انت الفرقه بتعرف ترجع عليك، الهجمات اللي فيها عليك بقى كتير قوي. صحيح. يعني كله متداري دلوقتي ان مصطفى فورمته عاليه، بس هيجي في يوم لا قدر الله، يعني مش قصدي، بس حارس مرمى طبعا هيغلط في كوره، هترجع تقول ده في مشكله. طب ما انا بدل ما استنى مشكله تيجي، المشكله تتعالج. طبعا انا مقدر ان كانت الاصابات فرقه شويه، وان المفروض ان ده هيفرق احسن، بس برضو في شويه قلق. لكن ان شاء الله ان شاء الله الاهلي في الفاينالات شخصيته بتبان. يعني الاهلي محظوظ شويه في رادس زي ما الناس بتقول، الكره ملهاش كبير، ملهاش كبير. لا انا ما بحبش النغمه دي بصراحه، الثقه الزياده دي ما بحبهاش. طيب مباراه العوده في القاهره من حسن حظ الاهلي ولا طبعا طبعا. طب ما الاهلي كسبان الوداد السنه اللي واخد البطوله من الوداد السنه اللي فاتت في الوداد، وهو احنا فترات كتير الاهلي بيخلص هناك. بس حلو ان انت تدي ضغط على المنافس، ان بقى ان شاء الله الاستاد يتفتح ويبقى فيه جمهور كتير، لا بتفرق طبعا. طيب نروح للزمالك ونهضه بركان، اعتقد هيبقى تحدي صعب النادي الزمالك. نهضه بركان من الفرق المغربيه الجيده، المركز الثالث في الدوري، وواخد كاس الكونفدراليه اكتر من مره، وواجه الزمالك من قبل 1-0 و1-0 وضربات الترجيح انصفت نادي الزمالك. هو نادي بقى متمرس في البطوله دي، نهضه بركان. نعم، والانديه المغربيه ليها تقل طبعا، لازم نتفق على ده. يعني مؤخرا كمان الموضوع فرق معاهم. انا شايف انه يعني الزمالك برضه حظوظه اعلى. نعم، خبره حظوظه اعلى. هتقول لي القايمه مش قويه، انا عارف ان القايمه مش قويه، بس انا عندي قناعه ان بس يعني في مسؤوليه، تحس اللعيبه عندها مسؤوليه. هي دي، انا كنت موجود في الماتش بتاع الدوري الاهلي والزمالك. لا واضح ان المدرب الموجود ده خالق روح مختلفه شويه. مظبوط، صحيح. يعني وعنده شخصيه. عنده شخصيه ومتحرك على الخط، وتحسه خالق كده روح كويسه. زائد ان حتى دي بتبان لي بقى لما تبص على اللعيبه اللي على الدكه. ايوه مظبوط. لما تلاقي اللعيبه اللي على الدكه متحمس قوي زياده كده، اعرف ان في حاجه احسن. يعني الروح مختلفه طبعا، التعاقدات فرقت شويه طبعا، هو عدم وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر هيفرق. بس انا شايف برضو ان حظوظ، رايي ان حظوظ الزمالك اعلى. حصل اي حوار ما بينك وبين حد في اداره نادي الزمالك؟ لا عمر، مفيش. لا ما حاولتش، بس انت بقيت مؤرخ، يعني انت اهلاوي وبتحب النادي. انا عملت حاجات عن تاريخ الزمالك قبل كده. نعم، عملت حاجه عن ايمانويل، عملت حاجه عن ديف ماكاي. نعم، مدرب جميل، مدرب جامد جدا جدا. كانت غلطه كبيره ان الزمالك استغنى عنه. كانت غريبه جدا جدا، زي ما استغنى عن فنجادة واخد دوري واخد بطوله عربيه. هو يعني الراجل اصلا انا جبت كتاب مذكراته. الراجل كان مصدوم يعني انه مشي. كانت هزيمه من الاهلي باين 3-0 او 3-0. وايه كان في طرد للزمالك اول 5 دقايق. مظبوط. دخل الاداره، الاداره كانت يعني سايره بسبب الهزيمه. ازاي تخسر؟ قال لهم بلعب ب 10 لعيبه، بعد 10 دقايق لازم اخسر. يعني مفيش ده بعد، مفيش ده بعد دقيقتين. نبيل محمود كان نبيل محمود الحكم. المباراه دي كانت في ملعب المقاولين العرب. نقول ابراهيم حسن العالمي جاب جون عالمي ساعتها. عملت حاجات عن الزمالك على فكره، عملت بطوله افريقيا 2002. هل لو فاز الاهلي بالبطوله هتعمل حاجه للنادي الاهلي، ولو فاز الزمالك بالبطوله هتعمل حاجه، ولا هتنتظر صوت؟ انا الوقت بيبقى عندي ازمه شويه. بس يعني ان شاء الله لو 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 يعني لو الفرقتين فازوا هعمل حاجه كده وحاجه كده، مش شرط تبقى حاجات طويله قوي، بس تبقى حاجات برضو يعني وثائقيه للحاجات القديمه. يعني نورتني وشرفتني، ربنا يخليك يا كابتن. انا مبسوط قوي وبشكرك، و اتمنى ان انا كنت قدمت فقره الناس مبسوطه بيها. يعني كلام خفيف جميل، ربنا يخليك يا كابتن شادي حبش اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده كده. تمام، سلام.